والله يا قلبي يا عمري، انت محتاج شدات. اشتغل عمالة وما عدي. أليم الله أنك طايح ووجعان الحين متكسر. والله أن هذا الصوت مش غريب علي. والله يا ساقه أخوي، فوقه فوقه فوقه، هذا الاي كي العظمي انا مشاهده من زمان، وهاي البدله المثك. ان صوتك ابشر بالخير، وصلت. السلام عليكم ورحمه الله، كيف الحال يا شباب؟ طيبين ان شاء الله. معكم ابو اياد، نجيب لكم فيديو جديد، فيديو سنطوري من السلسله اللي احبها انا دائما وابدا، سلسله العشوائي والدخول على السكوادات العشوائيه، ونضحك ونستانس وننبسط مع الناس ونشوف رده فعلهم. طبعا اليوم شحننا 8000 شده، اللي يعرف ابو اياد باذن الله ما راح نقصر معه، وراح نضبط وندلعهم اخر دلع. ربي يسعدكم، ما تحرمنا من السبسكرايب واللايك والشير، وخلونا ننطلق ونشوف السكوادات وشوف ردة فعلهم على ابو ياد وحساب ابو ياد. ليتس جو. انت اللي سبيتني قبل شوي يوم دخلت عليك. الو، انا ما ادري، يمكن تشابه اسماء، يمكن حتى لو تشوف الصورة تشوف صورتي غير. اي يمكن عشان الاسم قريب، لان كل الناس يحطون نفس الاي دي تبعك. والله سبني يا اخي، سبني سب عظيم. لا ابو ياد. ها، من ابو ياد؟ ايش دراك؟ سؤال. أعرف صوتك. متى آخر مرة شفت لي فيديو؟ خلك صريح. والله. إي والله عادي. قبل أمس. وش نزلت فيديو؟ والله ما أقول لك. يمكن سنة واحدة ما شفت شيء. ما شفت شيء؟ هذه هدية لك علوي عشان مرة ثانية تتابع فيديوهات أبو ياد. شكرا. أربيك سبعة. أيوة. ان شاء الله باذن الله، بس فتره بسيطه راح تشوفها ان شاء الله. اربيك 50 ان شاء الله. بتشوف انت تسويه مو عندك. ابى اشحن لك رويال باس، ابرسل لك 20 دولار 80 ريال تفتح فيها الاربي وتاخذ سكنات الاربي سيزن 17. اتفقنا؟ اتفقنا. ليش طردت مني قبل شوي؟ السلام عليكم. سلام، من اللي سبب طردني شباب؟ نوال اتوقف. طردتنا بعد كويس، ما سبيت هذه المرة. أبو إياد والله شو أخبارك؟ هرعب، كيف حالك؟ طيب. يا حيا الله، يا هلا ميت، مرحبا يا هلا. شلونك حبيب القلب؟ شربوا حاجة؟ أجيب لكم حاجة. نقفل الشعبية ليه؟ والله هي نفتحها لعيونك أبش. لا لا خلاص، هذه لعيونك. ولك والله قفو. والله اكتب لي فيها شيء يا اخي مشان تظل. انت بتظل ان شاء الله، بتظل وبرضه لا انا بعت لك بقى. انت لا بدينك بس حتى ابشر بالخير، صورت الشاشه وراح تجيك هديه من ابو ياد. فرصه سعيده يا دمشق، الله يسعدك دنيا واخره. الله يخليك يا رب، والله متابعينك والله. I love you، نشوفك على الف خير بعد راسي. فمان الله، بعد راسي يا شباب. من اللي سب يا شباب؟ يا اخي طردني بس لا تسبني يا اخي. مين سبك انت؟ ما ادري، واحد اسمه هتلر، ما ادري هتلر 50 7 10. يا هو دوبني داخل اصلا، يا اخي خلاك تسمع. الو، اهلين. ايوه هلا. انت اللي سبيتني عساف؟ يمكن عساف. لا لا لا، انا توني في بروح ادور عليه. يلا روح روح. دقيقه، انت واحد سبني سبيته. ها، شوف لك شيء غير، هذه ما تنفع خلاص، صارت قديمه. لا قردنا عشان ما حد يطردني، فهمت؟ والله من جد باحترام يطردني. الو، انت من وين؟ من السعودية. انت من وين؟ السعودية. انا من سوريا. ونعم حبيبي. وانت تلر من وين؟ من السعودية. شكلك جنوبي. ونعم مليار قبل. ايه ونعم ترلي. بحارك ما عليك زود. غيرنا ما رد. مقوماتي مقومة لاعب محترف، مستحيل تطردوني. انتم في حاجتي. ما نحتاجك. تحرر نفسك ولا دقيقة. الله اسمع. الله يسعدكم. تلعبون تقييم ولا بوشات ولا وش الوضع؟ اللي تريده انت. فالكم التوفيق، الله يسعدكم. يعطيكم السلام. تشرفت معك حبيبي. حبيبي ابو اياد، بالمناسبة انا اعرفك. انت مين؟ بس ما تقول حتى ما تطلع. انت مين؟ عمر. يلا عمر حبيب القلب. جابك صراحة سنة ونص أو سنة. الله يسعدك. الله يسعدك.
حبيبي والله أبوي. دقيقة حبيبي. كرم البارات تذكره من أيام هذه. ها خذ براطم. ها بياد. حبيبي والله. ما تبيت. الله يسعدكم. فرصة سعيدة أنا قاعد أصور. وتشرفت بالدخول معكم. الله يوفقكم. فالكم الكونكور إن شاء الله. سيو. حبيب. أبغى الوحدة. دقيقة هذا قاعد الوحدة. أكو معي. ما تقدروا تطردون لاني انا لاعب محترف وانتم بحاجتي. طيب الناقص من لا طلعي 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 دقيقه امسح يعني امسح شو... ما تقدرون تطردوني لانكم انتم في حاجتي اني لاعب محترف. والله لا امزح 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 الله جزاك ابو اياد. ابو اياد اهلين هزيم كيف حالك؟ هلا ابو اياد اهلين الحب شلونك؟ هلا حبيبي. وش في يا جزره معصبه بزياده؟ لا والله مش معصوب بقول حصل ما نقدرش يعني. ما معصوب هذه بوسه لك يا هزيم. كفو بيات كفو. هذه تبقى للذكر. الله يسعدك دنيا واخره. ولا تحرمنا من السبسكرايب واللايك فيديوتك. انا هعيط انا والله والله متابعك من اكثر من سنه والله قبل يعني. على راسي والله فديت روحك. انا ادخل عشوائي لان اصور واللي تابع بياد نصمت الطياره ويستاهل. اي لاف يو افري بدي. نشوفكم على الف خير. فرصه سعيده. الله يسعدك. ابو اياد لا الكعبه. السلام. هلا والله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا جي اس انت جي اس وقير ايه ده وقار وقار ونعم وسبعه انعام ونعم. كيف عرفتني الله يصلحك؟ عفا عليك. حدا ما بيعرف ابو اياد جي ال يا نحلة. عمري يا عمري الله يسعدك. ابغى اقدم لك شيء بسيط يبقى ذكرى بيني وبينك تكفى. هذي. بس مش هون على حسابي. على حسابي وجع. على حسابي على حساب صاحبي صاحبك. طب بعث لنا ذكرى. بعث لنا ذكرى يا زلمه. حسابي حسابي دي اس احمد بروفايل. بعث لنا ذكرى يا ابو اياد. الله يسلمك. وين ابو اياد يا شباب؟ انا لله باند اسبوع. يلا بسيط اسبوع والله. هانت يعني. غمض عين فتح عين ويرجع الحساب ان شاء الله. الله يعوضك. راحت الطياره على الحساب. قول قول صاحبك هذا يرجعها لك. فلوس حقنا رجع. قول حقنا رجع جيب. طب هات هات ذكرى ابو اياد يا عمري. يا عمري والله العظيم والله حبيبي يا ابو اياد راسي والله. انا كنت اصور من فتره والله. فسبحان الله اللي من نصيب وقار بالله يجلد على عينه. قلت والله من نصيبه. يلا الله يسعدكم. فرصه سعيده فالكم الكونكور يا حلوين. الله يسعد قلبك يا رب. سيو. ناديتني يا حب مهدي. ناديتني حبيبي. يا بعد قلبي شلونك؟ الحمد لله. كيف حالك؟ الحمد لله حبيبي. من العراق ولا من سوريا؟ لا من العراق. ونعم وحاط سوريا كلنا واحد يا أخي. أنت مثال للرجل الفانتاستيك الرهيب. أنا عراقي أحد سوريا. أنا سعودي أحد العراق. أنا يا عمري يا شيخ يا أخي أحلى تحية. ما أدري وين شايف اسمك. ما أدري وين شايف اسمك. الله يوفقك فديت روحك يا مهدي. وفالك الكونكور إن شاء الله. الله يسعدك يا غالي. أقول لك طلب بس ما تردني في دارك. والله العلي العظيم أنا عارف شو الطلب. يا رويال باس يا شعبية يا ضيفني بالأصدقاء يا ألعب معي جيم. أربعتها كلها لا. صعب علي الوقت ضيق وأنا قاعد أصور ما أقدر والله. زين بس فدر وحدك. أنا أول مرة هيك يدخلوا ياي واحد تمام. بس أريد شحن رويال باس فدر وحدك. أنا أدري أن هذا السؤال اللي ينطلب مني دائما. لكن والله يا مهدي والله والله شوف والله لو أنك تعرف أبو ياد أقسم برب الكعبة ما راح برب أعرفك ورب اعرفك في الدوار وعليك. والله متابعك في القران في الدوار وعليك. طيب على خير ان شاء الله. خلاص صورت حسابك عندي وانا قاعد اصور الان. وابشر بالخير. بس لا تقطع القناه. ادري تمر عليها مرور الكرام. تكتب ابو اياد ثم تروح سبسكرايب ما في. يلا ما هي مشكله. والله العظيم والله العظيم من جيش اللايكات والاشتراكات بالله العظيم. واقسم بالله اني صورت بروفايلك والحين تجيك ان شاء الله على خير. يا بعد ومو عشرة عشرين بعد عشرين دولار تستاهل. كنت ألعب لوحدك ما في أحد يلعب معك؟ لا والله بس أغير ما يلعبون معي للعصر العصر بس. وأنت كيف عرفت لعبة ببجي موبايل؟ تتابع يوتيوبر ولا بس كذا تجربة مع الناس مع الشباب؟ قالوا في لعبة. لا مع الشباب يا رجال. الله أدخل مع الشباب العب. طيب الله يسعدك. الشباب اللي معك يلعبون ببجي موبايل قل لهم أنا كنت اليوم مع أبو ياد وسلم لي عليهم. أبو ياد إيه قلوا ربي انت ابو اياد. لا قل غيرها. والله انت ابو اياد صدق ولا لا؟ اي والله ابو اياد. الله يحييك ابو اياد. الله يبقيك. عليك الله متابع ولا بس كذا؟
لا انت اتابعك. تعرف ابو اياد؟ الله اعرف ابو اياد. انت ابو اياد؟ طيب شيك على الشعبيه، شيك عشان تتاكد. لعبك فن انت ابو اياد معروف بدون اي شيء. الله يسعدك فديت روحك، فرصه سعيده يا نايف. طيب اصحابك ما راح يصدقون اصحابك انك كنت معي، لكن بس دحين اقبل بهبلك شيء، اقبل اضافتي، اقبل اضافتي واوريهم العصر. لا 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 لا, لا, لا ها شوف هذه، ها غصب من انا بيعرف اني كنت معك. كفو والله، هبتلك طيارة. يعلم الله انك كفو. وهذا بروفايلك صورته، وبتوصلك هديه من اخوك ابو ياد. وريحين اوري خلاص، ولا عليك من نقول لهم شوف منو كان معي، من ارسل لي طياره ومنها بلي رويال باس $20 قول لها، بس بتتاخر شوي عشان المنسق يرسل ياخذ اي دي ويرسل لك يشحن لك عن طريق الموقع. افدع عينك يا رجال، والله ما جد انك حرشت روحك. الله يسعدك فديت روحك وتستاهل. اقول اسمع صوت غنم وراك. الله الله، في حنيذ اليوم غنم بجنبي. في حنيذ؟ في حنيذ؟ لا والله ما عندنا، انا في الصباح جالس وحدي الحين. في الله يوفقك ويرزقك ان شاء الله و تنبسط وتستانس. الله يسعدك يا غالي، ودعنا الله نفداك. ناديتني حبيبي، جاني رسالة باكر يحتاجك الآن، في شيء مهم؟ ايه اي والله. ها عيوني والله يا قلبي يا عمري، انت محتاج شدات 660 شد عشان الرويال باس الجديد. اي والله، ومعنى معقول صنم واقع من فوق الحائط. لا اله الا الله، عسى ما شر. اشتغل عماله وما عدي. عليم الله انك طايح ووجعان الحين ومتكسر. والله انه هذا الصوت مش غريب علي. فوق 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 فوق، هذا الاي كي العظمي انا مشاهده من زمان، وهاي البدل المثك. ان صوتك بيان، ابشر بالخير وصلت. وجاك مو الله، وما جاك 600 شد، الله اكبر، جاك 1000 وزياده بعد، وهذه هديه. كفو كفو كفو. وهذه يقول لاصحابك اللي يجونك ان انا ابو ياد دخل وارسل لي شاديه. هذه طيبه بس انا دائما اتابعك، انه مناظر الاسطوري حظ جيد يا عمري. خلاص انت كنت تبغى 600 شده جاك الدبل. دائما اتابعك بس انت حظ ما عدك، يعني دائما بشركه بوبجي ظلمتك ان انت تصرف باي فلوس يلا يطلع المت. ما هي بمشكله بإذن الله، أهم شيء بس أنتم مستانسين مبسوطين والفلوس تروح وتجي. وبإذن الله بإذن الله، بس يبغى لي وقت لما أرسل للمنسق ويشتري لك الشدات، وبدل 600 ضعفها إن شاء الله دبل. تستاهل كل خير. الله يرزقك ويقومك بالسلامة. موفق ما تشوف موفق. فديت روحك موفق يا طيب يا غالي. لا دخلت بالغلط، لا إله إلا الله، آسف يا شباب آسف. لا حبيبي أبو سوا أبو شو اسمه أبو بقعة. أبو بقعة النعل غرب عني شو اسمه؟ ما بيجمعش ذي، خذ نفس، خذ شهيق وزفير. هلا هلا، اوقف اوقف، شلونك؟ الحمد لله. اسمك ولك تنح؟ ايه. شلونك ضلعي؟ الحمد لله الله يسلمك، شلونك انت؟ الحمد لله. منين انت يا غالي؟ عليك الله تتابعني ولا بس كذا بحث؟ والله العظيم اتابعك، وتدخل انت على السكوادات وتشحن لهم بحث شدريد زي كذا يعني. الله قلبه قام يدق. وبعد كم تتوقع 600 شد يا ابو ياد صح؟ ها؟ صار تتوقع 600 شده صح؟ ابو ياد ايش حنتابعين 600 شده؟ والقران ما مصدق ولا صدق. لا مو 600 مو 600، 1400 شده يعني دبل. يعني 1400 شده قلبك. أعطيك 1400 شدة وصورت حسابك وتفتح ب $20 رويال باس كامل. I love you. مشكور رحم الله والديك. الله يجزيك. والله أتمن بالله أنت آخر واحد في السكوادات، وهذا آخر الفيديو. سبحان الله، أبغى أدخل على واحد الواحد دخلت عليكم بالغلط. والله العظيم ما شحن ومتندم يا جماعة الشحنة، وأنا بعد وقسما بالله يجيك $20 وعد مني. مش الله يسلمك الله يسلمك. مو تفتح العادي، تفتح الإليت فل خلاص يعني. والله العظيم وتروح لاصحابك تقول شوفوا ابي ارسل لي طياره، ها شوفوا من جاني من القران. هذا واحد يعني مهمه. الله يسعدك، فرصه سعيده ابو اياد.
الله يسعدكم جميعا. الله يسعدكم فالكم الكونكور. متابعينك وبعياد متابعين. الله يسعدك. على راسي جميعا. نشوفكم على خير. فما الله. الله. وبكذا خلصنا خلاص الفيديو. الشباب اللي صورت ايدياتهم ان شاء الله راح توصل $20. فهل الجميع التوفيق. واذا حابين نستمر بالسلسلة ارسلوا لاصحابكم الفيديو وقولوا يا جماعة الخير ابو ياد يدخل على عشوائي يسلم الناس طيارة و$20 رويال باس. سيزون بدأ. انتم تستاهلون كل خير متابعين ابو ياد. وصدقوني يثقوا بالله العلي العظيم لو ادخل على واحد ما يعرف ابو ياد والله ما راح اسلم شيء. لكن اللي يعرف ابو ياد اديه عيوني ما راح اقصر مع احد متابعين ابو ياد. نشوفكم فيديو ثاني. الا لاف يو سي يو باي يا حلوين.